مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس القراءة للمستوى الأول ابتدائي. يتعلق درس اليوم بالأسبوع الأول من الوحدة الخامسة، الحصة الأولى، تقديم الحرف مع الحركات القصيرة. فلنستمع معا إلى هذه المقاطع لنحدد الصوت المتكرر فيها: قطار، قلم، قط، قرد، قرود، عقيق، طريق، قائد، لقلاق، رقيق، نقانق، قمر، قراءة. ما هو الصوت الذي يتكرر في هذه الكلمات؟ إنه صوت القاف. أحسنتم. أولا، ما هو الصوت الذي يوجد في أول كل كلمة من الكلمات التالية؟ قمر، ق، قرود، ق، قط، ق. ثانيا، أرفع يدي إذا كانت الكلمة تتضمن صوت القاف. بقول. أرفع يدي. كلام. لا أرفع يدي. قرود. أرفع يدي. طريق. أرفع يدي. ركيك. لا أرفع يدي. رقيق. أرفع يدي. أحسنتم. ثالثا، أحدد موقع الصوت في كل كلمة من الكلمات التالية. إذا كان صوت القاف في أول الكلمة، أرفع يدي اليمنى، وإذا كان صوت القاف في وسط الكلمة، أضع يدي، وإذا كان صوت القاف في آخر الكلمة، أرفع يدي اليسرى. قفل. أرفع يدي اليمنى. أحسنت، لأنه في أول الكلمة. بقرة. أضع يدي. جيد، لأنه في وسط الكلمة. سرق. أرفع يدي اليسرى. أحسنت، لأنه في آخر الكلمة. طريق. أرفع يدي اليسرى. أحسنت، لأنه في آخر الكلمة. رقص. أضع يدي. جيد، لأنه في وسط الكلمة. قلم. أرفع يدي اليمنى. أحسنت، لأنه في أول الكلمة. رابعا، أدمج المقاطع للحصول على كلمات. قنديل. قنديل. أحسنت. س ط. سقط. جيد. قن فو ذن. قن فو ذن. أحسنت. فلننتبه معا أعزائي التلاميذ إلى الطريقة التي كتب بها حرف القاف في الكلمات التالية: قفص، ق، لقلاق، ق، حلاق، قن، ناقة، ق، فريق، قن. إذن يكتب حرف القاف على الشكل التالي: في أول الكلمة هكذا، وفي وسط الكلمة على هذا الشكل، وفي آخر الكلمة بهذه الطريقة منفصلا، وبهذه متصلا. فلنقم بتجزيء المقطعي لهذه الكلمات. قلم. قلم. المقطع المتضمن لصوت القاف هو
ق. قلوب. قلوب. المقطع المتضمن لصوت القاف هو ق. قطار. قطار. المقطع المتضمن لصوت القاف هو ق. جيد. إذا أضفنا لحرف القاف حركة الفتحة نحصل على ق، وإذا أضفنا إلى القاف حركة الضمة نحصل على ق، وإذا أضفنا لها حركة الكسرة نحصل على ق. فلنعد معا: ق 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 سرق. قلب. صقل. قطن. تفرق. قصة. قرأت قصة قديمة. فلنكتب معا هذه الكلمات على اللوحة: قلب، قطن، قصة. قلب، قطن، قصة. في نهاية هذا الدرس لا يسعني أعزائي التلاميذ إلا أن أشكركم على حسن تتبعكم، في أمل اللقاء بكم في الحصة المقبلة إن شاء الله.